أطلع الفنان أمير يزبك كليب أغنية تنتبه على بنته بيلعب فيه دور الأب المتعلق ببنته، ويمكن بيعبر فيه عن حالة كل بي بيوم زفاف بنته، وهو الشعور إنه عم تنسرق منه. شو خلفيات هيدي الأغنية وشو هي الرسالة يلي حابب يوصلها الفنان أمير يزبك؟ منتبعها سوا بهيدي المقابلة الحصرية لواد مان. كلك أسى أنت. بونسوار أمير يزبك، كيفك؟ منيح. بونسوار. من الرقصة الأولى انتقلنا لانتبه على بنتي، خبرنا شو قصة الفيديو كليب وشو قصة الغنية. إنه هيدا بعتبره هلا مؤخرا صار استثمار كتير كبير لإلي. في لك أنا سبق وقلت إنه الله هداني هدية بحياتي على الصعيد الفني، هي الرقصة الأولى. وإذا بتصير معي قصة واقعية مثل ما نذكر بأول كليب، انتبه على بنتي ونزلت والعالم هي الحكم. طب أمير، خبرنا كيف طلعت الفكرة ومن وين اجت كلمات الغنية وفكرتها؟ القصة هي قصة مزبوطة، قصة ضابط بالجيش اللبناني قائد القوات الجوية وضابط شرس وأبضاي، وكلنا بنشوف حالنا فيه وننبسط فيه. جاء صهر بالصدفة، وإذا هو طمعان ببنته، لأنه كل بي بيكون عنده طمع على بنته، لأنه البنت هي ضلع على بيها. وكل شيء شفتوه هيدا شفته أنا بصرف سنتين، سنة ونص، سنتين دقيت لنسيم العالم مثل ما دقيت بالرقصة الأولى لكمال أبيسي، واثنيناتهم ألحاني ونزلناها وصورها أدوار بشعلاني وخبرته أنا كيف لازم تتصور، وعامل لي للمخرج الوحيد اللي برتاح معه عامل لي مثل ما أنا بدي. ما طلع يعني، أنا عادة بحب مثل توما حط بصمي أنا وإدوار جسد الأغنية ومثل ما أنا بدي، وكان حط كل إحساسه بالكليب. ما تنسى الحضن الغفاها فيقها بإحساس، حرمت أغلى الناس. هلا الغنية كتير حلوة والكليب كتير حلو، بس شو رسالة من هيدي الغنية وشو كنت عم تجرب توصل؟ لأنه بكيت كل العالم يعني، فحلو نعرف إنه كنت قبل فوت على الفيرست دانس يرقص العريس والعروس الرقصة الأولى تسلمي لي ما أحلاك الثوب الأبيض ويوصفها و و و وإذا هلا صرت مجرب شي 10 أعراس، البيات عم يحكوني عم برأي عم يرقص مع بنته، هو ينتبه على بنتي وبعدين بيرجع بيسلمها للعريس للرقصة الأولى. وهلا بعد ما صار عندك بنوت، بتحس حالك حتعيش نفس التجربة بعرسها؟ الله يعطيه يا العمر طول العمر، يعطيني لقلي الصحة لعيشها مش أميرة ملكة، لأنه تستاهل البنت أنه تكون ملكة. المغزى من هيدا أنه رسالة لكل شاب يحترم بنت الناس ويكرمها مثل ما هي موجودة مكرمة عن بيت أهلها. منشان هيك عم بوصيلها صهر وانتبه على بنتي، وتبقى جيب عبت أهلها، العدبي بتندهلها يا أهلها، أنت صرت ببيتي ابني، عائلي بقلب العائلة بتبني، روق عليها ولا تعذبني وعملها بأخلاص. أنت صرت ببيتي ابني، عائلي بقلب العائلة بتبني، روق عليها ولا تعذبني، روق عليها ولا تعذبني وعملها. الله يخلي لك بنتك، وأنا وكل المشاهدين بانتظار أعمال جديدة لألك تتبهرنا أكتر وأكتر. مرسي كتير أمير يزبك ولوجودك معنا، وإن شاء الله منشوفك قريبا بأعمال جديدة أحلى وأحلى. إن شاء الله بيضلوا في تعاون بيناتنا، إن شاء الله الفرح يضلوا عامر عند الجميع وينجح المحطة وتكبر أكتر وأكتر. ومرسي لكم. نفس الكاس، انتبه على بنتي، انتبه على بنتي.